حياكم الله مشاهدينا، عودة لكم من جديد برنامج عسيف. اليوم موضوعنا جدا حامي وضيفتنا جدا عجيبة. اليوم إن شاء الله راح نتكلم أنا وشيخة عن موضوع وظاهرة انتشرت بمجتمعنا ويمكن انتشرت بمجتمعات الغير بشكل كبير. اليوم راح تكون يعني الدكتورة هدى سعود الجاسر، مستشارة ومدربة بالصحة النفسية، وأيضا المدير التنفيذي للمركز الاستشاري للتدريب والاستشارات. شيخة أمسي عليك بالخير. يا هلا فيك أسرار، مسي على مشاهدين قناة العدالة تحديدا وبرنامج عسيف، يا هلا فيكم وإن شاء الله فقرتنا تنال إعجابكم. أنا أبيش أنت تقولين اليوم شنو الظاهرة اللي صايرة؟ الظاهرة اللي هي ظاهرة ضرب الزوجات لأزواجهم. إحنا اللي نعرفه أن لما يلجأ الإنسان إلى الضرب فمعناته هناك اعتلال نفسي ويحتاج علاج، وممكن يكون في أسباب ثانية وما تكون أسباب نفسية تؤدي إلى الضرب. ممكن تكون، نقدر نقول طفح الكل. في وجهة نظر عندي، في وجهة نظر عندك، وأيضا في وجهة نظر أكيد عند دكتورتنا هدى سعود الجاسر. نمسي عليك بالخير، وأكيد بالنهاية راح يكون الكلام الأكيد اللي راح ناخذه عند أهل الاختصاص اللي هي الدكتورة هدى الجاسر. مسي عليك بالخير. مساء النور، يا هلا ويا مرحبا. يا هلا فيك. أهلا دكتورة. عندك شيخة. أي دكتورة، شخصية الريال الضعيفة، هل هذا يعني نقدر نقوله تعنيف الزوجة، يعني الخلل من الزوجة، ولا أن الرجل هو شخصيته ضعيفة فأدى إلى أن الزوجة تلجأ إلى الضرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بصراحة لما قالوا لي المعد، قال لي ان الموضوع راح يتناول موضوع ظاهرة ضرب الزوجات للأزواج، استغربت من الموضوع بيني وبينكم، لان دائما احنا نطلق على شيء اسمه ظاهرة لما يتجاوز 50%. الكلام اللي قاعدين تتكلمون عنه قد يكون حالات فردية، وقد تكون فعلا موجود عندنا شيء اسمه زوجة تضرب الزوج. ولكن خليني أسألك سؤال شيخة، لو افترضنا أن زوجك عدم مؤاخذة ضربك، رحتي فيها يا شو تسوين؟ شو تسوين؟ والله دكتورة عمرها ما صارت، يعني إيه؟ لا سمح الله، أنا قاعدة أقول إيه؟ ما أدري يعني، بس أكيد بدافع عن نفسي، بس مو أني يعني ممكن أصد، يعني أصد، لكن إني أمد فمعناته أنا خرجت عن إطار الروح. هذا اللي قاعد يحصل لما إحنا نقول زوجة تضرب زوج. يعني أنا اليوم بالمركز يمر علي باليوم العشرات أزواج وزوجات. يعني اليوم لما يجين الزوج يقول لي إيدها طويلة وعدم مؤاخذة تمد إيدينها علي، استغرب في البدايه، بس لما اسال الزوجه اقول لها صدق انت ماده ايدك على زوجك؟ صدق حصل هذا؟ تقول ايه دكتوره، مديت يدينا علي لدافع عن نفسي. اذا دكتوره هو ضربني فانا كانت لكل فعل رد فعل. اذا اللي قاعد يحصل ان احنا قاعدين ناخذ جزء من الموضوع، ولكن لا نتحرى المراحل اللي مر فيها هذا الشيء. يعني اللي قاعد يحصل، وقد يكون فعلا في زوجات يضربون، بس مو ظاهرة يا جماعة، ما هي ظاهرة. إنزين دكتورة، يعني هو لما يجي الزوج ويشتكي، أو إن إحنا قاعد نسمع قاعد نشوف مواقع التواصل الاجتماعي، هو مرض نفسي ولا في أسباب صج تؤدي اللي هو يعني نقول بالكويتي طفح الكيل اللي بس تنفجر، ممكن إن نقدر نقول بالكويتي تحذف بأي شيء؟ خلينا نرفزها هذه، لأن الزوج ممكن نصج. إحنا ندري إن الإنسان عبارة عن عدة أنماط في الشخصية، من هذه الأنماط النمط العنيف، وطبعا النمط حتى تشكيل النمط ما يتكون من هواء أو من فراغ، يتكون من تربية، يتكون من مراحل عمرية في هذا الشخص. يعني اليوم إذا أنا نمط عنيف، هذا العنف ما يجي من فراغ، أكيد هذا الزوج اللي حاول أنه يمد إيده على زوجته أكيد هو تعرض للغضب. هذا أول شيء.
أكيد أنه ما عنده مقدرة على ضبط الانفعالات، أكيد أنه تنقص حقيبة مهارات كثيرة تتعلق بالحياة الزوجية. فاليوم أنا لما أبي أحكم على الزوج أنه هو زوج يضرب زوجته، أو أحكم على الزوجة أنها زوجة تضرب زوجها، لازم أطالع شنو الأمور اللي كانت، شنو نمط شخصية هذه الزوجة، شنو تتعرض لهذه الزوجة من ضغوط داخل بيتها، شنو الموضوع نفسه عشان أحكم عليه. ما يجوز أنا فجأة واعتباطا أحكم على الموضوع برمته. يعني لو أن الزوجة هذه أصلا تضرب زوجها من يوم الطريق أو تضربها بدون سبب، فهذه حالة مرضية، هي عنيفة، شخصية عنيفة. أوكي دكتورة، المرأة المعنفة لزوجها يعني معناتها تعاني من خلل المعنفة نفسي. المعنفة لزوجها إيه؟ المعنفة لزوجها تعاني من خلل نفسي ولا نتيجة ضعف شخصية الرجل؟ شوفي، حتى ضعف شخصية الرجل تنشأ من تربية. وايد يجيني المركز أزواج يقول أنا أشعر بضعف، هو الضعف الشخصية ينم عن عدم الثقة في النفس، عن صور ذهنية سيئة عن الذات، عن ترسبات من أيام الطفولة. لما تزوج أو يكون ما في تكافؤ، ما في بالانس بينه وبين زوجته، فيحاول أنه يتقهقر أو يتقزم أمام هذه الزوجة، فيحس أنه كلامها أعلى من كلامه، أمرها هي المسموع، أو مثل ما قلت لكم عدم التكافؤ بين الأزواج هو اللي يخلق هذا الجاب، هذه الهوة بين الزوجين. نعم دكتورة، فتضعف شخصية الزوج خاصة إذا كانت الزوجة نمط متسلط. نعم دكتورة، طبعا كلامك فعلا عين العقل، وإحنا نرد نقول وجهة نظر ممكن شيخة تقول فيه، وأنا قاعد أقول عندنا لو ندش النت قاعد نشوف بمواقع التواصل الاجتماعي، لكن خلونا نشوف رأي الناس في الشارع شنو قالوا لما خذينا رأيهم، ونرجع وياكم مع دكتورتنا هدى سعود الجاسر. اي نعم سمعت صراحة. يعني احنا المجتمع الخليجي منتشر بشكل كثير، يعني ما ادري هو من سوء التربية. والله سمعت فيها بس ما اعتقد انها موجودة بمجتمعنا الحين، ما شفتها لا الحين. والله سمعت بس في الإعلام، لكن والله في الطبيعة ما شفت. والله شيء غريب يعني عندنا احنا بالمجتمعات الخليجية، أول مرة صراحة أسمع يعني إن الزوجة تضرب الزوج. والله العظيم أنا أقول لك يعني قبل ما نسمع يعني الرجال يطق المرة، بس الحين كني والله قاعد أسمع حطت يعني وايد من كثيرين يقولون أن المرة تطق الرجال، يعني هذه كارثة. لا ما يصبر، وبعدين ما عمري شفت أحد يصبر، يعني مستحيل هذا يصبر، تطقه ويصبر عليها ما. لكن الحين صراحة تغير 180 درجة، يعني ما أدري وش المشكلة. والله عاد إذا كان الزوج متفهم مثلا زوجته، ولا أنه مثلا يطلب طلاق، الله عاد هذا الدور يكون عند الزوج يعني. طبعا مشاهدينا عودة لكم من جديد، شفنا رأي الناس، يمكن في ناس قاعدة تبالغ شيخة بالموضوع، ويمكن في ناس كانت تنطق ليل ونهار وتقول لا والله مو موجود هالشيء. وآخر كلام يمكن تجيبونها في التقرير، أنا على نفسي صراحة ما صدقت ولا اقتنع. دكتورة هدى، شنو ممكن يسوي الزوج طريقة علشان يتفادى مدة الإيد مالت زوجته، أو أنها ممكن تسوي أي شيء ردود فعل الزوجة اللي تؤدي للضرب؟ شنو الطريقة اللي ممكن يسويها عشان يتفادى؟ إحنا دائما نقول إن في العلاقة الزوجية هناك آلية، هناك طرق شلون أتحاور مع زوجي. يعني اليوم إذا كان الزوج سريع الغضب أو ما عنده ضبط لانفعالاته، أو إن هذا الزوج سريع الاستفزاز، فيجب إن أيضا الزوجة ما تقابل الزوج بهذا نفس الطريقة. يعني اليوم إذا أنا زوجي صرخ وأنا أصرخ، هو يرفع صوته وأنا أرفع صوتي، فإذا يجب إن واحد من الاثنين يحاول يتحلى بالصبر. دكتورة يعني الواحد يعني مثلا في زوجات سنة سنتين ثلاث أربع، ممكن توصل لـ15 سنة، ممكن توصل لـ25 سنة التحمل، تلقينها بالعبر لما تكبر يقولون هذه شفيها، يعني سوري على الكلمة، شفيها كبرت ينت، بس لا هي تحملت وايد، فتشوفين خلاص الشخصية. الحين أنا إذا كنت باقية على هذا الزوج وباقية على هذه العشرة، وأبي أني أنا أستمر معاه بس ما أبي يمد يدينه علي،
يجب اني انا ايضا ادخل احد من اهلنا الاهل او الحكمان طبعا لان عاشروهم بالمعروف صح. وجعلنا بينكم موده ورحمه. يعني اليوم الوحده ما تتزوج عشان تنضرب في بيت زوجها، وبعدين هذا الزوج اللي يلجا الى ضرب زوجته لا شك انه انسان مثل ما قلت لكم قبل الفاصل انسان يعاني. اول شيء بالنسبه لي اسميه مو ريال انه يمد يدين على زوجها. احنا تدري شنو الطلب؟ انها تصبر. لا هي الزوجة اللي دكتورة تضرب، احنا الحين قاعد نتكلم مو الزوج اللي يضرب، الزوجة اللي تضرب. عندي سؤال حق هي ضربت دكتورة. ليش؟ أنا قلت لكم من البداية. لا في للأسف دكتورة في حريم مستبدات، أنا أنثى بس أقولك في حريم مستبدات. تعتبر هذه حالة مرضية أنا بس بصراحة. بقولش دكتورة، أنت تلاحظين هل الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها وبعض الأفلام والأكشنات ساهمت في أن المرأة ممكن تطلع عن طبيعتها المألوفة طبعاً. كأنثى، وأن يعني أنا ما أنا متخيلة بصراحة أني حتى أني أعلي حسي بصوت عالي أحس أن أنوثتي صارت زيرو. هذا معنى الأنوثة يا شيخ. إيه خلي أقول لكم شيء يا أساتذة، إحنا اليوم مع الأسف أن الوضع اختلف. يعني أنا اليوم جيلي غير عن جيل أمي غير عن جيل يدتي. الكويت أول كان الرجال يأكل والمرأة تهف عليه ويقول لك ممنوع المرأة تأكل مع زوجها، تخيلوا. فما بالك في جيلنا إحنا، يعني التربية والتربية الأسرية المكتسبات الثقافية إن البنت تطلع من أسرة مثقفة ثقافة أسرية، إن الزوج يحترم، إن الزوج له وقار، إن الزوج له احترام. مع الأسف اليوم الزوجة ما قامت تتلقى هذه الأمور فقط من أسرة. نقدر نقول قاعدة تدلع كل سنة، كل ما يمر العمر كل سنة تمر علينا. لا هي ما قاعدة تأخذ ثقافتها بس فقط من أسرتها، قد تأخذ ثقافتها من زميلات العمل، قد تأخذ ثقافتها من المسلسلات مع الأسف والبرامج التلفزيونية. اليوم عندنا وسائل التواصل الاجتماعي اللي اقتحمت كل بيت واقتحمت في شنطة كل سيدة. فاليوم ممكن أنا أقول أو أحمل مفاهيم خاطئة عن الحياة الأسرية. ريلك خانقك لا تسكتي لا طقيه ريلك مثلا. ممكن أن البنت إذا كانت صغيرة في العمر يأثرون عليها. بعد قاعد أقول لك صديقات العمل ممكن تستقي مفاهيم خاطئة من قنوات خاطئة، قنوات أو مشارب خاطئة. فهذا اللي يؤدي أن هي تتشبع بأمور خاطئة عن الحياة الزوجية. زين دكتورة سؤال تفضلي، وين الحمش؟ وين سي السيد؟ وين اللي كانت كلمتها لما يدش ما البيت قاعدة أقول يهز أنا. البيت هز ايش فيه الحين قام ينطق؟ أنا وين 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 المساواة؟ أسرار اليوم المرأة تشتغل والزوج يشتغل، اليوم المرأة تحصل على راتب والزوج يحصل على راتب، اليوم المرأة أيضا خلينا نقول نكون صريحين شاخت تتعب. هي مو مسألة شاخت، هي تشعر أن هي قاعدة تتعب مثل الرجل، بس هذا مو مبرر. لاحظوا أن هذا مو مبرر أني أنا ممكن أتعالى على زوجي. احنا دائما نقول التكافؤ في الحياة الزوجية مطلوب عشان أحقق التوازن، ولكن عندما لا يتحقق هذا التوازن في العلاقة أكيد بيدخل جانب التعالي من قبل الزوجة. دكتورة اللقاء معك وايد ممتع جدا جميل، لكن البرنامج على وشك النهاية. إن شاء الله لنا لقاءات ثانية. أعتقد أعزائي المشاهدين أن الرجال راح ينشؤون جمعية تحت مسمى المستضعفين على الأرض. يا جماعة لا تصدقون هذا الكلام، ما عندنا هذا الكلام. الحمد لله الدنيا بخير، نشوفكم إن شاء الله على خير. تابعونا يوم الثلاثاء فقرة جديدة وموضوع جديد. مع السلامة. مع السلامة.